قضية مهمة، وهذه القضية ديال الوزراء اللي تيجيو للوزارة ديال مغاربة العالم، ما تيكونش شي برنامج مستمر، ما تيخليوهش يستمر ولا تيطوروه، بل تيقوم بالتوقيف ديالو ويقترحوا هما برنامج جديد. علاش جبت هاد المقدمة هذه؟ البارح تلقات نزهة الوافي واحد البوابة جديدة سمتها بلادي في قلبي. كان بعد على الأقل تخليها حتى نهار 14 فبراير يوم عيد الحب، وتطلقها بعدا تجي مع عيد الحب، هي هذيك الفالونتين. لكن الحب من طرف واحد عمره ما تيستمر، لأن إذا كانت بلادنا في قلبنا فحتى هما خصهم يكونوا حنايا في قلبهم. تصبح هدايا خلال محادثة ولا واحد مكالمة ديالي مع الأستاذة نزهة الشقروني، وذكرتها بواحد البوابة كانت تلقاتها في يونيو 2007، وكنت حضرت مع مجموعة ديال الكفاءات والإطارات من مغاربة العالم في الدار البيضاء، وكان وقتها أنا ذاك حضرت الوزير الأول دريس جطو، وذاك البوابة كانت سميتها فينكم، وكان الهدف ديال ديك البوابة هو جمع كل المعلومات والسيرات الذاتية ديال الكفاءات والإطارات ديال مغاربة العالم كاملين. عمرنا السيرة الذاتية ديالنا ودخلناها عندك بنك المعلومات ديال فينكم. مع الأسف جاء وزير آخر اللي هو عبد اللطيف المعزوز، أجدى دار عاوتاني البوابة ديالو وسماها مغربكم. إذا حنايا ديك المعلومات اللي درنا وداك البنك المعلومات اللي دخلنا ليه المعلومات ديالنا في فينكم، أظن تم الإتلاف ديالو، خسارة دار هاد مغربكم. من بعد الآن جات نزهة الوافي ودارت بلادي في قلبي. علاش تنخسروا هاد الأموال؟ ما نطوروش البوابة الأولى ديال فينكم ونضيفوا ليها ونطوروها ونشوفوا ونعملوا التقييم ديالها أحسن من أننا كل مرة تنديروا بوابة جديدة. أتذكر واحد الكلمة اللي قالها المرحوم باها لما كنا في لقاء مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران حول قضية مغاربة العالم، وقال واحد الكلمة وأن مغاربة العالم أو انتظارات مغاربة العالم خص تكون واحد خارطة الطريق أي وزير جاء يخدم فيها ويطورها. ماشي كل مرة لا جا شي وزير جديد يجي برنامج جديد ويوقف البرنامج السابق. ف لنقوم جميعا بوضع خارطة الطريق كفاعلين جمعويين كسياسيين كمسؤولين، باش ما نبقاوش كل مرة خارجين برنامج جديد موقفين برنامج قديم.